تدور على مواقع التواصل الاجتماعي ينفو انتوك. سعيدة جدا باستضافة وزير الصحة الأسبق والأمين العام لحزب العمل والإنجاز سعد لطيف المكي. مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك. مساء الخير ليك ولكل المستمعين. شكرا جزيلا. برشا اخبار قاعده تدور على سيد عبد اللطيف المكي الايامات هذيا، من الشهاده الجامعيه الى صندوق جائحه كوفيد 18 وغيره. موضوع هذايا قاعد يدور على مواقع التواصل الاجتماعي، فما حديث على احالتك رفقه والوزير ايضا فوزي المهدي وسيد انصاف بن علي على التحقيق في ملف فساد يتعلق بصندوق 18 لجائحه كوفيد. انفو انتوكس الخبر هذايا وتفاصيله. كذب في كذب، اللي يبدو انه الجماعه هما رافعين شعار لكل مساء كذبه. انا يتحف التوانسه بكذبه من مصادر معلومه، واليوم الفيسبوك التونسي اصبحت السمعه نتاعو سيئه دوليا باعتباره اصبح بؤره نتاع ترويج اكاذيب واتهامات وتحريض. فهذه كذبة، والله لو لم يكن حرتي على حماية الرأي العام من التضليل ربما كنت رفضت واعتذرت عن المشاركة، لأنه لا يستحقون هذا الاهتمام. صندوق 18 منذ استقالة حكومة الفخفاخة وقيلت وهم يكذبوا عليه، وهو ثم قضية وصار ودخل مدير ديوان وزير الصحة أكثر من مرة في الإذاعات ووضح وأرقامه منشورة ومصاريفه منشورة وإلى غير ذلك، ولكن هم الآن عاملين ما يسمى بالنيابة العمومية الفيسبوكية، تبث الإشاعات وتلوث في الناس، وغايتها متعددة منها صرف الناس عن مشاكلهم الحقيقية، عن التعثرات بتاع السلطة، عن الخسائر الفادحة اللي لحقت تونس في افريقيا جراء معناها المواقف غير المتزنه الى غير ذلك. وبالتالي في كلمتين هذه اكاذيب لا اساس لها من الصحه. لا عبد اللطيف المكي، لا فوزي المهدي، لا انصاف بن علي ولا غيرهم نجم يكونوا متهمين في هذا الموضوع. لا غيرهم، لانه صندوق 18 ليس فيه اي خلل، والمرسوم اللي أنشأ صندوق 18 كان دقيقا وحازما وحاسما باش الأمور تصير على أحسن ما يرام، ولذلك كل محاضر جلسات المشتريات وغيرها موجودة في وزارة الصحة ومضبوطة، ونعرف اللي هم نبشوها بعد انقلاب 25 جويلية، نبشوها بالكده وما لقاو فيها حتى شيء. معناتها كانوا يلوجوكم في ملف، هكا نفهم من كلامك سعد لطيف؟ نعم، قاعدين يروجوا في ملفات على الناس وبانتظار يلقاوها، قاعدين يروجوا في الإشاعات والأكاذيب. وهذا شيء لا يليق، وهذا شيء لا يليق أبدا بالممارسة السياسية. وأنا المنشور 54 في الذكر رافضوا، ولكن يحبوا يطبقوه على ناس دون ناس. هاي الناس اللي تروج في الإشاعات المصنعة عاملة معناها مسخرة حياتها ووقتها للإشاعات باش تشوه الخصوم السياسيين والمعارضين السياسيين. واضح، شكرا. حبيت نشكرك على هذا التوضيح. حبينا ناخذكم معنا ليلى في 60 دقيقه في انفو توكس. ينفي تماما السيد عبد اللطيف المكي وزير الصحه الاسبق والامين العام بحزب العمل والانجاز كل ما روج حول احالته رفقه فوزي المهدي وانصاف بن علي على التحقيق في ملف فساد يتعلق بصندوق 18 لجائحه كوفيد. شكرا جزيلا سيد عبد اللطيف المكي، نواصل معكم اللقاء. مرحبا بكم 8:48 على موجاتنا.